السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدا بذكر الرحمن والصلاه على محمد وال محمد. فيديو جديد ويوميه صائمه جديده، يا رب ان شاء الله تعجبكم. هنا بالبدايه اليوم حنسوي فطور. اول ما بديت بالطرشانه، لانه اللي حنسوي هو مدفون سمك، فعلى اخر شيء يعني حتى يبقى السمك حار، ما يصير يعني هيك بارد ويصير مطيب. فاول ما بديت بالطرشانه، والطرشانه طبعا هذا على طريقتنا احنا، العالم ما تضيف اكو بصل، لكن احنا نضيف بصل. فضفت هنا زيت وكميه من البصل قليله، وضفت وياها هيل يكون خشن، وخليتها تنحمس يعني لحد ما تبدا تطلع الريحه طيبه. بديت اضيف البهارات. البهارات اللي عندي هي بابريكا، فلفل، شويه كركم، وقليل من البهارات. هم انطيتهم حركه خفيفه، وبعدين بديت اضيف الطرشانه. طبعا هنا انا غسلتها زين، ولانه شوي هي راد لها يعني غسل تمام، لانه بها اتربه تكون جدا ناعمه، ويعني لازم تتنقع قبل الوقت. هنا بعد ما انطيت حركه خفيفه على النار يعني، وبعدين ضفت الكميه المتبقيه عندي، ضفت كميه السكر. هنا السكر على حسب انتم اللي تريدوه، تريدوها حلوه، تريدوها تكون يعني عاديه، او يعني كيفكم انتم. انطيتها رشه ملح هيك جدا خفيفه، يعني ذرات، على مو شنو تكون الحالات متساويه وما تكون حلوه زايد. هنا بعد ما انطيتها حركه حلوه، ضفت كميه المي، وطبعا هم حنطيها حركه، وحخليها على النار تاخذ لها فوره فورتين، واقلل النار لحد ما تتهدر على راحتها، وبالاخير تنطينا هيك تصير متماسكه شويه ثقيله. هي كل ما كانت ثقيله كل ما صارت اطيب. اكل بعض يضيفوا لها لحم، اكل بعض يضيفوا لها مكسرات مشكله، احنا هذا اللي نسوي بالبيت. هنا عندي السمك المدفون، عندي سمكة قطعت الراس، لان انا واخواتي يعني ما نحب الراس، فالراس والذيل همين شلته، شلت القشور من عندها، وكذلك نظفتها بشكل حلو وقطعتها الى 4 اقسام. هنا طبعا بعد ما غسلتها وكملتها، حبدي اتبلها بمجموعة بهارات. البهارات اللي عندي هنا اللي هي مجرد شوية بهارات عادية، وشوية فلفل اسود، كركم، وشوية ملح اذا ما ملحيها، اذا ملحيها زين لا تضيفوا الملح لان تصير مالحة. هنا اول ما ضفت البهارات على الظهر، لانه اول ما اقليها راح اخليها على الظهر مالت السمكه، فبعدها هخلي على الوجه همين مالتها، واخلي كميه حلوه حتى شنو اقليها بشكل كامل. بالنسبه للطرشانه، اذا كان هو الطبق الرئيسي لكم، فتقدرون تضيفون بها لحم او مكسرات او هيك، احنا يعني نسويها هيك شيء ثانوي، مثل ما نقول من نشتهيها فنسويها ويا اكله رئيسيه يعني. فهنا طبعا بعد ما كملتها، حبدي احولها للقلي لحد ما تنقلي بشكل كامل. انا ابدي اسوي المدفون اللي عندي. هنا المدفون عندي شويه زيت الزيتون. طبعا هنا اذا انتم بديتوا تقلون السمك، تقدرون تستخدمون نفس الزيت اللي قليتوا بيه السمك. انا الصراحه السمك قليته بالزيت العادي. فهنا المدفون بما انه ماما تاكل وياني، فسويته بزيت الزيتون. هنا عندي ضفت كمية حلوة من البصل، وانطيتهم حركة خفيفة، وذبلتهم بشوية ملح. وهنا عندي مجموعة بهارات، هي بهارات دجاج، وكذلك فلفل، وبهارات عادية، وبابريكا، وأكيد الملح همين ضفته وياهم اللي هو للآخر. طبعا هنا بعد ما انطيتهم حركة خفيفة وبدت الروائح الطيبة تطلع، تقدرون هنا اما تضيفون الزركش او تضيفون الكشمش. انتو بالحالتين شنو النوع اللي تفضلونه تقدرون تضيفوه. انا صراحة هنا ما عندي كشمش، عندي الزركش فضفته. بعد ما انطيتهم حركة على النار، بديت اضيف هنا طماطة تكون متقطعة هيك شكل مكعبات، تكون ناعمة، وهم انضفتها وياها حتبدي هنا هم من الروائح الطيبة تطلع عندي. ابدي اشيل كمية هذه اللي عندي، واحولها بماعون ثاني لحد ما اطبخ التمن بنفس القدر، على مود اخذ من النكهات اللي صارت البهارات وهذه السبالف. وبعدين من يبدي ينشف التمن عندي، اضيف عندي السمك، وكذلك اضيف هذه الخلطه اللي طلعتها. بما ان انا حطبخ التمن بنفس القدر، فهنا ضفت شويه زيت، والتمن هنا حبدي اغسله وانقعه تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه، يعني على حسب نوع التمن اللي انتم تستخدمونه واللي متعودين انتم تطبخوه.
يعني طريقة الطبخ العادية. هنا بعد ما ضفت كل كمية التمن اللي عندي، حبدي أنطي حركة خفيفة وأضيف ذرات من الملح حمين وياها، أخاف يكون يعني ماسخ، وبعدين أخليه عنا لحد ما يأخذ لفورة فورتين يبدي يريد ينشف. هنا أفتح القدر وأضيف السمك اللي أنا قليته، وكذلك قبلها أضيف الخلطة اللي عندي وأخليها على النار تتهدر تقريبا 25 دقيقة 30 دقيقة على حسب نوع التمن اللي أنتوا دائما تستخدموه، وهو قد يأخذ وقت للاستواء حتى تقدرون تستخدمون تمن العنبر، يعني هم يكون طيب. هنا أضفت الخلطة اللي عندي، حبدي أوزعها على التمن وهم أضيف السمك وأغطيها وأخليها على النار تتهدر. أنا بهالأثناء حضرت الشغلات الثانية اللي هي عندي السلطة، سويتها تكون مفصولة، اللي هي عندي بصل، عندي طماطة، ليمون، عندي زيتون، كذلك عندي كرات التمر. مجرد هم أنه نظفت التمر وشلت النوى من عنده، قليته بشوية زيت ولازم الهيل لأن تطلع الريحة جدا طيبة، وقليته بزيت الزيتون، وبعدين بالأخر سويته على شكل كرات وقدمته بهالشكل وياكم. وأكيد قدمت الطرشانة بعد ما صارت شوية ثقيلة، الطعم مالتها جدا طيبة صراحة. هنا نسيت أخلي اللبن يصير كلش طيب هو ويا المدفون، وكنت محضرته لكن أختي نسيت تجيبه. وكذلك هنا عندي عصير ليمون هم سوينا وياها، وسهمكم العافية وربي يشبع كل جوعان. أتمنى إن شاء الله هالمرة الفيديو عجبكم، أتمنى ما تقصرون وياي باللايك وتفاعلكم يكون أقوى، لأن الصراحة التفاعل كلش ضعيف بالقناة، يعني على الرغم دا شوفاني العدد دا يزيد ما شاء الله حلو، لكن التفاعل ضعيف. ليش ما أعرف شنو السبب، اللايكات ما تنطوها، يعني إذا أشوف هسه مثل فد فيديو واصله فد 3000 مشاهدة، اللايكات علي يعني 300-400، يعني مثلا اذا اكو مثلا خلل بالمحتوى اللي انا اقدمه مثلا قولوا ان هذا الشيء ما حلو او كذا، لكن انا ما شاء الله يعني انا دا اشوف اللي اقدمه يعني يفيدكم انتو والشغلات حلوه، واكو بنات يجربوها تزور التطبيقات وده تنجحوا وياهم، فما اعرف يعني ليش هذا القله بالتفاعل ما اعرف. المهم ان شاء الله يا رب تشاركون فيديوهات ويا احبابكم واصدقائكم بالجروبات واتساب الفيسبوك اي شيء، وكذلك لا تنسون الاشتراك للي ما مشترك وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم اول باول اشعارات. انا حخليكم تكملون الفيديو للنهايه، وطبعا يوم الثاني سوينا دليمية بامية هم خليتها لكم نهاية الفيديو. بالأخير حاب أقول لكم في أمان الله، انتظروني بالفيديو القادم، مع السلامة.